سيدة فاطمة عتية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي رئيس المجلس، الأخوة الزملاء، الضيوف الكرام، بعد الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة وكلمة السيد وزير المالية، هنالك سؤال يطرح نفسه: كيف يكون تفعيل هذا البرنامج؟ إن هذه الميزانية التكميلية هي حقا ميزانية استثنائية اجتماعيا واقتصاديا طموحة تستجيب لأهداف الثورة، لكن لا تستطيع أن تعطي ثمارها لترتقي إلى نسبة النمو المنتظرة إلا إذا اقترنت بإجراءات وقوانين استثنائية فعالة جريئة على مستوى الإدارة الجهوية وتنظيم الصفقات العمومية لصرف الاعتمادات بسرعة. كذلك هذا الاستثمار العمومي لا يكفي وحده، لا بد أن يقترن بدعم الاستثمار الخاص في نطاق الاستثمارات الوسطى والصغرى في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات التحويلية والحرفية والصناعات التقليدية التي تفتح المجال لتشغيل اليد العاملة وتوفير الإنتاج الفلاحي والصناعي، مع ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار والتمويل البنكي. كنت أود لو أن هذا البيان تضمن تصور لتنمية شاملة للجهات من خلال أقطاب جغرافية تأخذ في الاعتبار الموارد الطبيعية. لماذا؟ إن هذا التقسيم الجغرافي يمكن بالدفع في استثمار خاص يبعث في جهات متخصصة ليجهز نفسه للاندماج فيما بعد في أقطاب اقتصادية ديفيلياغ إيكونوميك، حتى يضمن لنفسه الاستمرارية في ظل مناطق اقتصادية متكاملة قادرة على موازنة الأسعار وتعديل السوق العرض والطلب بصفة مستديمة. إن تفاقم الأسعار في المواد الفلاحية بالذات شيء يعرق له الجبين، وتونس في أعين الجميع خضراء وستظل خضراء فلاحية بالأساس توفر الأمن الغذائي إلى كل التونسيين إن ارتفاع السعر دليل على نقص الإنتاج، وكيف لا وهنالك آلاف من الهكتارات في القرى والأرياف غير موزعة، ومئات من المناطق الصناعية من مناطق السكوية مجهزة بأبار عميقة لكن ينقصها التمويل، ولم تشملها التنمية التكميلية لأنها تنتمي إلى ولاية ساحلية. أيها السادة، لقد قدمت دراسة إلى كل من وزارة الفلاحة وأملاك الدولة تتمثل في بعث قطب فلاحي صناعي تحويلي بمنطقة نفيذة والكندار وبوفيشة من ولاية سوسة تمسح 32 هكتار، قادر على توفير 1000 موطن شغل وإنتاج 1,000,000 من الطير دجاج و10 مليون من البيض. كذلك هي قادرة على توفير الأمن الغذائي من الخضر والغلال والزيت والحبوب لثلاثة ولايات على الأقل. ونحن على أمل أن يؤخذ هذا الاقتراح بكل جدية. وأخيرا، لا يفوتني أن أنبه إلى خطورة السوق الموازية وسوء استعمال مسالك التوزيع التي أرهقت التجارة المنظمة والمؤسسات الفلاحية والصناعية. نحن ننادي بضرورة التدخل السريع لتنظيم هذه التجارة الموازية تفادياً لأزمات قد لا تحبط عقباها، وأعضاء مجلس التأسيس على استعداد تام للمساعدة الفعالة والدفع بالاعتمادات على مستوى الجهات ودفع الاستثمار. شكراً.